الحوار الحلقة حوار الحلقة اليوم راح يكون مع الأستاذ ومدرب محسن جبار، اللي قدم الكثير من أو المؤلفات اللي عنده، هو علمتني الحياة، وكمان في له دورات تدريبية هي في تطوير القدرات وبناء المهارات. واليوم موضوعنا راح يكون عن التفكير الإيجابي. صباح الخير. صباح الخير سيد كورستان، وصباح الخير على جميع المشاهدين الكرام. أستاذ محسن، طبعا أنت قدمت كثير من الدورات تدريبية يعني بتطوير القدرات وبناء المهارات. اليوم موضوعنا عن التفكير الإيجابي. نعم. أو أول شيء بالبداية تحكي لنا شو هو التفكير الإيجابي؟ التفكير الإيجابي هو التفكير اللي يبسط كل شيء معقد وينظر بنظرة تفاؤلية إلى المستقبل وإلى الحاضر وإلى الماضي. يعني أنه نظرة تفاؤلية للمستقبل التفكير الإيجابي. نعم أكيد. يعني مثلا أنه يعني تحكي لنا مثال يعني عن التفكير يعني الإيجابي. يعني الإنسان اللي يتوقع كل خير، دائما متفائل، دائما أنه مبتسم، دائما أنه يشوف أكبر المشاكل يشوفها بعقلية بسيطة، يعني أنه يبسط المشاكل المعقدة، عكس التفكير السلبي. صاحب التفكير السلبي دائما يعقد الأشياء البسيطة، دائما يرى الفشل في كل تجربة، يرى أنه المستقبل مجهول، أنه المستقبل مخيف، فدائما يفكر يكون عنده خوف. بالضبط، أكيد هو النابع من الخوف اللي بداخله. نعم أكيد. طيب هذا الخوف بشكله حاجز أو معوق أنه مثلا يوصل للشيء اللي بده إياه؟ طبعا التفكير السلبي هو يحبس الإنسان في قفص ضيق، ويخليه في يعني في عمله أو في حياته دائما مربك، دائما غير سعيد، دائما حزين، دائما يعني يشعر بالملل والضيق، وهذا كله نابع من أفكاره السلبية أو من توقعاته السلبية بالحقيقة. ولما تسألي ليش هيك أنت تفكر، دائما يبرر لك، يلقى لك 100 مبرر أنه هو دا يفكر بهالطريقة هاي، لأن هو دا يشوف هاي الألوان السوداء ويشوف المشاكل ويشوف ضيق العيش. شوف أنه ما تزبط معه، يجوز أنه نعم؟ احتمال هو عم بيفكر بيشوف أنه مثلا يعني ما رح تزبط معه، بيكون هذا الهدف مستحيل. هو شوفي، الأشياء اللي يحكي بها هو أشياء حقيقية وأشياء صحيحة أنه هي هاي موجودة، لكن هو بنفس الوقت لو فكر بالأشياء اللي ممكن تخليه سعيد وخليه متفائل، بدال 100 سبب راح يلقى مليون سبب. فبالتالي أكو مليون سبب يخلينا أن احنا نكون سعداء، صحتنا وأهلنا والجو والأمان مثلا والأكل كل هاي المواد من حولنا ممكن نفكر بها، نلقى آلاف آلاف الأسباب اللي ممكن تخلينا نكون سعيد. لكن حسب الإنسان، يعني إذا فكر بالأشياء السلبية فراح يجدها، وإذا فكر بالأشياء الإيجابية أيضا موجودة. طيب نحن كيف راح نوصل للشخصية الإيجابية، يعني نكون إيجابيين؟ أول شيء يعني المطلوب من الإنسان أن يرضى بواقع حاله، لا يظل متذمر، مقتنع يعني يكون راضي بواقع حاله، راضي بأهله، راضي ببلده، راضي ببيئته. الإنسان المتذمر لا يستطيع أن ينتقل إلى الإيجابية. أول شيء هو أن يكون راضي بواقع حاله، ومن ثم يسعى إلى التغيير أو التطوير، أو ينظر إلى الأمور من أكثر من زاوية. يعني ما يظل ينظر إلى الأمور من زاوية أحادية، دائما طيب يرى نفسه هو الصحيح. لما بيكون قدامنا هدف أو شغلة حابين نحققه، طيب مو لازم أول شيء نقيم بين الإيجابيات والسلبيات، بنشوف شو هي المتاحة أمامنا يعني، وبعدين نقرر لنوصل؟ أكيد إحنا لازم نعمل بالأسباب، يعني ترك العمل بالأسباب معصية. إحنا نعمل بالأسباب، ندرس الموضوع أو ندرس المشروع أو ندرس الواقع الحال، ونقيم الإيجابيات والسلبيات، بس بنفس الوقت نتوكل على الله والتوفيق من رب العالمين. يعني ما نيأس حتى لو كان مثلا عدد سلبيات كثيرة، يعني النوبات إحنا نمر في مشاكل نشوف أنه ماكو ضوء في نهاية النفق، بس بالتالي الشخص المتفائل يجد هذا الضوء، رقم يعني سواد المشكلة، لكن دائما سبحان الله إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، وكأنما هو أنه ماكو مشكلة ظلمة 100%. يعني ممكن تجيك مشكلة 90% أنه مسدود الأبواب، لكن إذا بحثت ودورت راح تلقى يعني الضوء في نهاية النفق إن شاء الله. طيب نحن كتير عم نلاحظ أنه في أشخاص سلبيين حوالينا، كيف نتعامل مع هؤلاء السلبيين؟ هي هاي المشكلة الأكبر، أنه السلبية يعني صارت مرض معدي ومنتشر، يعني وين ما تروحين تشوف الناس يعني تشكي وتبكي وتحكي وتتألم. فإحنا دائما نقسم الناس ثلاث أنواع، يعني
القسم الأول هم الناس السلبيين، ودولة دائما حاول أنه تبتعد عنهم. والقسم الثاني هم الناس العاديين، ودول الأشخاص دائما يكون ينقلون أخبار الناس ويحجون بالأمور وبالحياة، لكنهم لا سلبيين ولا عاديين، مجرد ناس عايشين ويقول لك مستورة والحمد لله. الحمد لله. فذولا ممكن تحولهم أو ممكن تلتقوا وياهم، ممكن تأثر عليهم. والنوعية الثالثة من الناس هم الناس الإيجابيين أو المبدعين. هذولا دائما أتقرب من عندهم، صادقهم، أتعلم من عندهم. بالعكس دولة أنه الرفقة معاهم راح تزيدك نجاح وتزيدك تألقا وتزيدك سعادة. طيب تفكير الإيجابي أو السلبي دائما، يعني نحن إذا كان تفكيرنا سلبي بنأثر على الأشخاص الآخرين، إذا كان إيجابي بنأثر على الأشخاص الآخرين، ليش نحن دائما عم نتأثر بالناس السلبيين أو نتأثر نفس الوقت بالناس الإيجابيين؟ أكيد مثل ما قلت لك أنه الحالة النفسية حالة معدية. هسه جربي تقعدين يم واحد كآبة نص ساعة تتكأبين يعني. صح. اقعدي يم شخص يعني سعيد ومرح ومتفائل نص ساعة أو 30 دقيقة، يعني راح تشوفين نفس تشعرين بنفس المشاعر مالته. صح. وبالتالي أنت ممكن تأثرين وتتأثرين على حسب قوة شخصيتك أنت. يعني ممكن أنت تأثرين على الشخص السلبي تخلي تحولين احتمال نحن نأثر عليه. بالضبط، ممكن هو يأثر علينا وممكن احنا نأثره. صح. على حسب قوة شخصية شخصيتك أو شخصية المقابلك. أكو ناس مؤمنة بفكرتها السلبية لحد أنه الموت أنه صح. ما يبدل آراءها. أنه في ناس عنيدين يعني لما يعني بيتمسكوا بالفكرة ما بيتخلوا عنها أبدا، بيضلوا وراها نحن هاي الفكرة خلاص يعني. والمشكلة هو كل ما يفكر بيها كل ما تزداد قوة. صح. يعني الأفكار السلبية من طبيعتها أنه من أفكر فكرة سلبية لو أفكر أنا بالخوف راح يجيب لي آلاف أفكار الخوف في دماغي، وراح يأكد لي هاي المعتقدات ويثبتها ويرسخها، وكل ما أعيد عن نفس التفكير راح تقوى شخصيتي السلبية وهكذا. نفس الشيء بالنسبة للإيجابي. طيب أستاذ محسن، طيب نحن كيف راح نتعامل مع أشخاص سلبيين اللي دائما مثل ما قلت متمسكين بالفكرة السلبية؟ يعني إحنا بكل حال من الأحوال هم قلت ليش موجودين دائر مدينة. إحنا كل ما المفروض نسويه انه نحافظ على عقلنا، انه ما نخلي الطب بعقلنا افكار سلبيه. يعني مثلا اجيب لك مثال، هسه انت لو واحد خيرك انه تاكلين في مطعم خمس نجوم او تاكلين في مطعم بسيط وشعبي او في منين راح تختارين الاكل؟ اكيد راح تختارين المطعم الخمس نجوم. هذا احنا دائما مهتمين بتغذيه عفو معدتنا بافضل انواع الطعام، لكن عقلنا نوبات انه نسمح انه ندخل به افكار سلبيه، وبالتالي انت بالحقيقه يعني راح تخرب برمجتك انت. فشلون نتعامل مع السلبيين؟ انه ما نسمح لهم انه ينقلون الافكار، ما ينقلوا الينا بس يعني ولا نقتنع بها احنا. ايوه ما نقتنع بها، بس طبعا يعني اذا كنا مضطرين انه نتعامل معهم. اوكي نتعامل معهم، لكن نبادلهم الحوار وجادلهم بالتي هي احسن، لكن بنفس الوقت انه احنا ما نتبني معتقداتهم وافكارهم. يعني يجي واحد يقول لك انه الوضع مو زين مثلا، او شغل ماكو على سبيل المثال، او الدراسه ما بها مستقبل. فاذا قلت له نعم صحيح الدراسه ما بها مستقبل، انت راح ينتقل هذا الاحباط الك، وبالتالي راح تفشلين في موادك الدراسيه او في امتحاناتك. بينما اذا تقول الدراسه لا، الدراسه علم، الدراسه نور، انت من قال لك ما بها مستقبل؟ يعني إذا شفت واحد اثنين فشلوا معناته كلهم فاشلين؟ فتبدين تحاورينه بالتي هي أحسن، وما تستقبلين الفكرة السلبية مالتك، العفو مالته. يعني مجرد ممكن تسمعينه لكن ما تتبنيها، ما تخليها تدخل في عقلك، ما تقرب علي تأثر علي. نفس الشيء مثلا واحد لو فرضنا بالبيت يدق عليكم الباب، أنت من الباب تحاورينه وتقولي تفضل شنو اللي رايده؟ لو شوفينه نيته سيئة أو شخص مو زين ممكن ما تطوبي البيت، لكن لو تشوفينا شخصية جيدة وهو جاي بعمل خير تقول تفضل اشرب شاي وهكذا. احنا نسمع من عندهم لكن ما نتبنى افكارهم. طيب نحن كيف يعني بمقدورنا او انه نكون ايجابيين بكل الاوقات، يعني مو بس بوقت محدد، يعني نكون ايجابيين مع الناس دائما؟ في كل مشكلة تقع في حياتنا احنا عندنا دائما خيارين. اما اكون اني جزء من المشكلة واكون الضحية وابدي الوم نفسي والوم القدر، وأما أستخدم الخيار الثاني اللي هو أني أستفاد من التجربة هاي وأعتبرها أنه هاي خبرة، وأنتقل إلى تعامل معها بأسلوب ثاني وأفكر بالحل، وبالتالي أكون أنا جزء من الحل. فدائما عندنا خيارين، يا أما تكون أنت الضحية يا أما أنت تكون البطل. فدائما اختار أن تكون أنت البطل، وأنت اللي تحل مشاكلك وأنت اللي تهتم ولا تنهم. طيب باعتبار نحن
بنشوف حالات كثير بالإعلام، يعني مثلا بنشوف أحياناً قتل، انفجارات، يعني بنشوف كثير من الحالات الموجودة. نحن كيف رح نكون سلبيين بعد مشاهدة هاي الأحداث الموجودة؟ يعني بالحقيقة أنه البث يعني ما فينا نكون إيجابيين، عفواً، يعني أنه مثلاً السلبية رح تكون يعني أثر علينا من الإعلام أحياناً. يعني شوفي، موضوع الأخبار أنا دائماً أنصح أنه يقللون من سماع الأخبار. إذا نحن أحياناً يعني لما يعني نريد نعرف شو هي الأخبار، يعني لا، هو أنت ممكن تسمعين بس لفترة قصيرة، ما تسمعين كل نشرات الأخبار. يعني أكو في ناس مدمنين يعني الساعة التاسعة والعاشرة، صح، طول الوقت على القنوات أخير الأخبارية. أخير نشرة أخبارية الساعة 12 لازم يسمعها على ما يتابع الأحداث، فبالتالي هو يعني يشبع بالأخبار السلبية، قتل وانفجارات وكذا. لا، اسمع الأخبار بس ممكن يعني نشرة واحدة باليوم. وأكو قاعدة في سماع الأخبار، أنه دائما اهتم ولا تنهم، يعني اهتم بالأحداث ولا تنهم. يعني الهم راح، أنت من تشيل هم راح يصير عليك ثقل، راح يصير عليك ضغط، راح يصير حالتك النفسية متعبة كئيب. لكن أنت من تهتم ممكن تبادر في مساعدة عائلة، أو ممكن تبادر في نشر موضوع أو ثقافة، أو تواجه العنف بشيء من التسامح والمحبة. فإذا كنت تسمع أخبار فاهتم ولا تنهم وقلل من سماع الأخبار. طيب أستاذ محسن، التفكير الإيجابي بيساعدنا أنه نحقق فيه طموحنا مثلاً؟ أكيد، لو نكون يعني متفائلين أنه خلص رح نحقق هذا الطموح، متفائلين أنه خلص رح نوصل لشي اللي بدنا إياه، يا ترى صح عن جد رح نوصل ولا هي مجرد تفاؤل على الفاضي؟ يعني لا، هو الله وعدنا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يعني قال من يرد ثواب الدنيا نأتيه منها. يعني أنت مجرد ما تريد وتفكر بالخير وتتوقع فأكيد الله راح ينطيك إياه. بس إنه تفكر بقوة، تفكر بثقة، تفكر بحافز من الداخل، وليس تنتظر الحافز من الخارج، إنه أحد يجي يشجعك أو أحد يجي يقول لك يلا تعال خذ هذا الدور. لا، أنت ممكن أنت تتبنى الفكرة وتعتقد بها، ومن ثم تعمل بالأسباب وتتوكل على الله، والله قال أنا عندي ظن حسن عبدي بي عفو، فليظن بي ما يشاء. فأكيد أنت من تفكر تفكير إيجابي راح تحقق أهدافك. أو وليس للإنسان إلا ما سعى، إحنا ناس مؤمنين، فبالتالي إذا ما حققناه فإحنا عندنا يعني الأجر والثواب والخير، وإحنا يعني عملنا بالمبدأ الإلهي إنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلنا أجيب لك يعني مثال عن 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 المشكلة اللي ممكن تقع ويانا. بصراحة أنا جايب فد قلم. قلت لي إنه في عندك تجربة. يعني إحنا هاي دائما الناس تتعرض لمشاكل، وهذا هو قلم. خلنا نفترض إنه هو تعرض لمشكلة. انكسره. فهسه هي هاي مشكله، صح؟ اكو خيارين، يا اما اقعد ابكي وانكسر قلمي وانا السبب وذاك السبب والوضع السبب، يا اما افكر بالحلول. طيب انت ما عاد فيك توصلهم مع بعض، يعني شو رح تعمل، شو الحل يعني برايك؟ يعني هي بسيطه، مجرد ما تفكر انه شلون نحل هاي المشكله. موضوع بسيط، نستخدم البرايه. فراح نحصل، راح نوصلكم شوي المكان. يعني راح نصل الى واحد من الحلول بالحقيقة هاي، وليس يعني الحل الوحيد. ايوه، فوصلنا انه احنا عندنا هسه حاليا قلمين، بدل ما كان قلم واحد، بدل ما كان مكسور صار عندنا حل اضافي كمان. يعني ممكن تستخدمين قلم وانا استخدم قلم، فهون حلت المشكله. هذا التفكير الايجابي اللي دائما احنا يعني نحث عليه، انه في كل مشكله مهما تكون يعني كسر او خساره، فدائما اكو حلول. والمشاكل بالحقيقه هي حاله طبيعيه، يعني المشاكل في حياتنا هي حاله طبيعيه، لكن التفكير السيء وتعقيد الامور هو الحاله المو طبيعيه. طيب استاذ محسن، انت طبعا باعتبارك مدرب دولي وقدمت كثير من الدورات لتطوير القدرات وبناء المهارات، تحكي لنا شوي عن هاي الدورات. شوف، العلماء يقولون انه الانسان العادي يستخدم اقل من 5% من طاقاته وقدراته، و95% مجمد في داخله. يعني موجود في داخله، موجوده بس انه هي مجمده بالضبط. يعني شلون النفط هسه في داخل الارض، وهو موجود، انت مجرد ما تستخرجه. فاحنا طاقاتنا وقدراتنا هاي ممكن استخراجها، ممكن احنا بدل ما نشتغل في 5%، شوف الانسان يشتغل ب 5% وشوفي هاي الاختراعات والابتكارات وين وصل العالم. تخيلي لو يطور قدراته ويشتغل ب 10% او 20%. هاي برامج التنمية البشرية والدورات هي تساعدك انه انت تستغل بدال 5% ممكن تسويها 20%. وبالتالي تستثمر الوقت والجهد
في تحقيق الأهداف وتحقق نجاحات في وقت أقل. والحمد لله بدأت هاي الأفكار والبرامج تنتشر الآن. يعني إحنا كنا سباقين في سنة 2000، أتذكر أول معهد فتحناه، يعني كنا نحكي وحيدنا بالساحة، بس الحمد لله هسه الفضائيات ما شاء الله مليانة برامج تنمية بشرية، العراق مليان معاهد تنمية بشرية، الكتب في كل مكان. بس يعني أكيد نحن دائما نكون بحاجة مثل ما قلت على الدورات. يعني أكيد طبعاً الدورة أنت ما ممكن تتعلمين السياقة من كتاب مثلاً، صح، أو من محطة إذاعية أو تلفزيونية يعلمك السياقة أو يعلمك السباحة إذا ما تدخلين دورة وتمارسين. إحنا بالدورات بالحقيقة يعني نهدف إلى التعليم التشاركي، إلى التدريب وليس التعليم فقط. طيب أستاذ محسن، أنت يعني دورات هون كانت بالعراق ولا طلعت على مناطق تانية عملت الدورات؟ في دورات كثيرة عملناها بالعراق، أيضاً في بعض الدول العربية عندنا دورات أيضاً. طيب أنت عندك مؤلفات كمان، في مؤلفة علمتني الحياة اللي طلعت طبعاً ما بعرف أي سنة كانت بالضبط. كانت 2005. 2005 بس حالياً هو كتاب الإبداع اللي حالياً نازل بالأسواق، تحكي لنا شوي عن كتاب الإبداع. هو العفو قصص علمتني الحياة هو 5 أجزاء. الحمد لله يعني دا يلاقي إقبال من قبل الناس لأن هو قصص يعني محببة وقصص يعني تنموية. عفوا. فكل سنة احنا يعني كل سنة قررنا انه نطلع جزء، الحمد لله هسه يعني صدر الجزء الخامس. وايضا كتاب الابداع بالتسويق هو انه يعلم الناس انه طرق ابداعية في تسويق منتجاتهم او افكارهم او مشاريعهم او حتى تسويق الافكار عفوا والخدمات. طيب شو كان الفرق بين فكرة علمتني الحياة وفكر الإبداع؟ يعني شوي فروقات بيناتهم. لا هو كله تنمية بشرية، يعني احنا التعليم بالقصة هناك في قصص علمتني الحياة، وهنا الإبداع بالتسويق هو تعليم المهارات التسويقية، مهارات البيع. احنا المشكلة اليوم نسوق بطريقة خطأ، حتى التعامل مع الأبناء أو التعامل مع أنفسنا، أو نحاول دائما نفرض آراءنا بالقوة أو أفكارنا بالقوة، ودائما أنه نكون رأينا هو اللي نحبه يمشي أو منتجنا هو المنتج الوحيد. فبالتالي الإبداع بالتسويق يعلمنا طرق جديدة للتعامل أو لبيع أفكارنا أو بيع منتجاتنا وخدماتنا سواء في السوق أو مع أبنائنا أو مع أصدقائنا. طيب أستاذ محسن، شو هو الطريقة العلمية أو مثلا العملية عفوا لأنه مثلا تنصح فيه المشاهدين بالتفكير الإيجابي؟ دائما خلي الحافز أنه يكون عندك من الداخل، انه انت تحفز نفسك بنفسك، لا تخلي يعني تنتظر احد من برا يجي ينطيك حافز او ينطيك مكافاه يلا تعمل. انت بادر، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اكيد الافكار السلبيه تجلب لك الافكار السلبيه، بمجرد ما تفكر بالافكار الايجابيه سبحان الله تجذب اليك الاف الافكار الايجابيه. فالقرار هو داخلي. دائما اوصي الناس وابدا بنفسي اولا، انه راقب افكارك، راقب أفكارك. في العقل أكثر من 60,000 فكرة باليوم الواحد. العلماء يقولون أنه 70% إلى 80% من هاي الأفكار سلبية، فبالتالي إحنا دائما نشعر بالملل أو نشعر بالكآبة أو نشعر بالقلق. كل فترة الشخص دائما بيشعر بالكآبة، فأنت عليك أنه تراقب أفكارك، لا تضل يعني لا تراقب بس العالم الخارجي، راقب أفكارك. أنا أفكار شنو؟ لما تمر بحالة من الملل أو من القلق أو من التوتر أو من الخوف، ارجع لافكارك، ما هي الفكره السلبيه اللي سببت لي هذا الخوف؟ لما اجد هاي الفكره واطبب لها فكره ايجابيه مناقضه، لا هذا الشيء مو صحيح، انا ابدا اقنع نفسي، انا احفز نفسي، فبالتالي راح تتخلص من الافكار السلبيه ان شاء الله. وان شاء الله يا رب والتفاؤل. كل الناس تتخلص، ان شاء الله يا ناس كل الناس تخلص من الافكار السلبيه مثل ما قلت، وكل الناس تكون متفائله. شكرا استاذ محسن، وشكرا على الموضوع، وكمان شكرا على الفكره الحلوه. شكرا جزيلا، شكرا لجميع المشاهدين الكرام. شكرا.